جامع فاطمة الزهراء. انا مديرة شركة شركة الرخام. هذه المقاولة ليدر في المغرب في مواد البناء، في صناعة مواد البناء، وشركة سيناستون متخصصة بالضبط في ميدان الرخام. دونك ميدان الرخام هذا واحد الميدان عزيز عليا بزاف، واقترحت نفسي المؤسسين ديال الجروب اللي هما عائلة جامع وعائلة ابن سينا، واقترحت نفسي باش نسير هاد الشركة، وعطوني لا بوسيبيليتي اطار اطروني وعاونوني. بالعكس كانوا معايا بحكم انني باقا يعني ماشي صغيرة، ولكن يعني بالنسبة لهم هما عندهم كانت عندهم واحد الخبرة كبيرة، دونك فادوني بها وعلموني، وداكشي اللي ما كنتش عارفاه وراوه ليا، والحمد لله دابا كلشي غادي بخير. نتمنى أن الشركة تزيد القدام وتوسع. الرخام هو واحد المادة ناتوريل طبيعية اللي عطاها الناس تربي، وأنا كان آمن بواحد الحاجة اللي هي الفالوريزاسون، يعني كيفاش نجعل واحد الحاجة طبيعية ونزيدها في لابوتي ديالها، في الزين ديالها، وتقدر تفيد الناس في الحياة ديالهم. دونك الرخام حنا كنستعملوه ماشي غير في الدار، يعني كيكون في الكوزينات، كيكون في الدار في الحماحم، كيكون في الأرض ديالنا، كيكون، ولكن كاين طرق اخرى باش نزيدو نطوروه اللي انا ما كرهتش نفيد بها هذه الشركه. هو الرخام بغض النظر انه واجب، يعني ضروري في الحياه ديالنا، كنحطوه في واحد الاماكن ضروريه، ولكن اون بلوس يقدر يكون حتى بالزين ديالو وبالجمال ديالو نقدو نحطوه في اماكن اخرى ونتمتعوا به في حال دي زوفغ ارتستيك، فريمون في حال واحد الطابلو اللي عطاتو لينا الطبيعه، وحنا غنقدو اون لو مي اون فالور في المنزل ديالنا ولا في الاماكن العموميه. انا بالنسبه ليا الحمل هو فقط يعني واحد الفترة من الحياة، يعني كتمر بها المرأة اللي هي ماشي الانديكاب، ما كتسمح، بالعكس خاصها تسمح للمرأة انها تكمل حياتها ولو العملية ولا الشخصية بنفس الطريقة اللي كانت عايشة بها، سورتو من وراء ثلاث شهور الاولى كتقدر بعد مرات تكون المرأة في واحد الحالات ديال اللحام، يعني صعيب عليها. لا الحمد لله احنا بالنسبه لينا الاراده اننا نديفلوبيو الشركه ديالنا ونزيدو بها القدام، كيفاش حتى في حياتي الشخصيه، يعني واخا 3 شهور الاولى كتقدر تدوز عليك بلوحام ولا هذا، نهائيا ما كتشكلش مشكل باش تزيدي القدام، وباش يعني كتفيقي في الصباح عادي، وخاصك ديريها في بالك، يعني ما تقوليش لا نستسلم لهذاك العيا ولا نستسلم للحمل، بالعكس هو خصو يشجعك باش تزيدي القدام وتبيني للناس اللي حداك بان راه ماشي حيت حامله خاصهم يديروا لك يعني هكا كما كيقولوا، لا بالعكس عادي، انسان خصو يتعامل معك بطريقه عاديه، وباش هكا ما تخليش لهم الفرصه انهم زعما يقولوا هذه غير مرة ولا هذه غير خصنا نحاولوا عليها ولا، فهمتيني؟ في حال المرأة الراجل نقدروا نخدموا، نقدروا الحمد لله نقابلوا الدار، نقدروا نقابلوا الوليدات. واحد الحاجة أنا كنأمن بها فعلا في الخدمة في المغرب، هي بصح صعيبة الخدمة بالنسبة للمرأة في المغرب، سورتو في ميدان مواد البناء ولا الرخام، ولا يعني ماشي ميدان ديال الجمال ولا شي حاجة اللي غادي تكون هي أصلا متخصصة فيه. المرأة تقدر تفرض راسها براسها، بحكم اولا خصها تحترم راسها من ناحيه ديال اللباس، من ناحيه ديال الكلام، كيفاش كتهضر مع الناس، كيفاش كتفرض راسها، كيفاش خصها تهضر باحترام ولو مع يعني بنفس الطريقه اللي كتهضر مع لي باترون، خصها تهضر بها مع اي واحد ولو يكون اوفغي عامل، نفس الطريقه هكا كتكسب الاحترام ديال الناس، كانوا عمال عندها في لوزين ولو كانوا حتى دي كادر يعني اطر في البيرو.